دافاروف علي يشير يشيلها حقيقة في وقت مناسب، وهذه خطيرة لو مر خطير. ركلة جزاء، ركلة جزاء للمنتخب الهندي في الدقيقة 10. إذا ركلة جزاء للمنتخب الهندي في الدقيقة 10، يقول له جو، يقول له جو. يعني إذا اتخذ القرار خلاص، وهذه اللعبة مرة أخرى إعادة من مخرجنا نواف الجيماز، والدخول داخل منطقة 18 والإيد شايفها، والحكم أيضا شايف إيده، وهنا يقرر عن ركلة جزاء للمنتخب الهندي اللي هو قلت لك ضاغط مع بداية شوط المباراة الثانية. هذا نيجوام عنده مهاري، اللاعب مهاري مع المدافع سيروج، لكن إيدك يا سيروج عطت ركلة جزاء رغم أنه ما أخذ القرار الإداري من حكم المباراة بإنذار، اكتفى بركلة الجزاء حكم المباراة العماني عبد الله يعقوب. وأول ركلة جزاء في المجموعة الأولى وفي أولى المباريات، وركلة الجزاء وين بيلعبها؟ بيحطها ولا لا؟ جول. إذا الهدف روزنجيد للمنتخب روزنجيد الهندي، سجله اللاعب رقم 5 روزنجيد، سجل هدف التعادل، وهدف أول Indian team scored by number 5 روزنجيد. 1-1. إذا بروت زنجيت يسجل ويعادل بهذه الكرة، حطها بالزاوية رغم أن الحارس راح على نفس الزاوية اللي لعبت فيها الكرة، لكن سريعة، وكل ما كانت الكرة سريعة حتى لو الحارس عنده المهارة ما راح يعني يوصلها، لأنه أسرع منها أكيد بالمسافة، وهنا يضعها داخل